لله وكفى والصلاة والسلام على رسول المصطفى وعلى آله وصحبه ومن بعده وفى. بعد إخواني الكرام، نتابع في الرد على الشيخ الحمايدة لما قال الأشاعرة أفراخ الجهمية والمعتزلة، وبينا أن هنالك فرق بين المعتزلة والجهمية، فضلا عن الفرق بين المعتزلة والجهمية من جهة وبين الأشاعرة من جهة. أتينا بالمجلسين السابقين على ثلاثة فروق بين المعتزلة والجهمية، على طرفي نقيض هم في القدر. المعتزلة قدرية تنفي القدر، الجهمية جبرية في التحسين والتقبيح، الجهمية تنفيها، المعتزلة يقولون بها في حلول الحوادث، الجهمية تقول بحلول الحوادث، المعتزلة ينفونها. طيب، نأتي إلى قضية وهذه وقفنا عنها المرة الماضية، إثبات الصفات هذه اللي بيشنعوا فيها وكذا وإلى آخره. مذهب جهم الذي يروى عنه بالضبط، لاحظ يعني بغض النظر ثبت أو لم يثبت، لأنه قلنا في مجلس احنا وفي المجالس السابقة أنه كل ما روي عن جهم كله أقاويل، ثبتت أو لم تثبت الله أعلم، لأنه ما في سند إليه، سند واحد. هذا قضية أنه لو شاء قال لما قرأوا عليه آية الاستواء قال لو شئت لحككتها من المصحف، وهذا أصلا أيضا في كلام في سند في كلام في إسناده. طيب، لكن أصحاب الفرق مثلا في الملل والنحل، شوفوا إيش حكوا مذهبه في الصفات. هني طبعا أثبتوا أنه يقول بعلوم بحلول الحوادث، إثبات علوم حادثة للباري لا في محل، يعني هم قالوا يحدث لله علوما وكذا لكن لا في محل. طيب، المهم يعني لاحظ هون، قالوا لا يجوز أن يوصف الباري تعالى بصفة يوصف بها خلقه، لأن ذلك يقتضي تشبيها. شوف بقى عنده تفصيل، قال فنفى كونه، يعني الجهم أو أصحابه، نفى كونه، نفى الجهم كونه حيا عالما، وأثبت كونه قادرا فاعلا خالقا. ليش؟ قال لأنه لا يوصف شيء من خلقه بقدر بالقدرة والفعل والخلق، لأنه يذهب إلى الجبر المطلق كما أثبتنا في المجلس السابق. أما الحي والعالم فبيقول لك أنه هذا لا يوصف الله به. لماذا؟ لأنه يوصف به البشر أيضا، أن البشر يقال عنه الإنسان حي ويقال عنه عالم، أيضا يقال فلا يقال إذن عن الله حي وعالم، تجنبا للتشبيه. طيب، ليش وصفته بالفاعل والقادر؟ طيب، ما بعض الناس أيضا أو الناس توصف بأنها لها القدرة، ونقول فلان قادر وفاعل وكذا إلى آخره. قال لك إيه، هذه يعني القدرة والفعل والخلق لا ينسب حقيقة إلى الله، وينسب إلى غيره مجازا، وهو يذهب إلى القول بالجبر المطلق كما سبق في المجال السابق. طيب، الآن أما الشعارة تقول بالكسب، أنه له قدرة، يعني هو صحيح الفعل الحقيقي هو لله، لأنه ما في ما ليس القدرة ليس التأثير إلا لله سبحانه وتعالى، لكن للعبد كسب، يعني قدرة غير حادثة غير مؤثرة، وهذه فيها كلام كثير. المهم هنا، هل الأشاعرة تقول بهذا المذهب، أنه يوصف الله بأنه حي، عفوا، يوصف بأنه قادر فاعل خالق، ولا يوصف بأنه حي وعالم؟ هل المعتزلة أصلا تقول بهذا؟ المعتزلة تقول بأنه حي عالم فاعل قادر أصلا. إذن في فرق، وهذا هون الفرق بنشوفه أكثر. هوني لاحظوا في هذه أنا الوثيقة التي أنا جمعتها للتو، لكن قبل أن أنا أريكم هذا، أريكم قضية أن الأشعري أو الأشاعرة الذين يقولوا بأن للعبد قدرة، ليس له قدرة، لاحظ، له كسب، كسب الأشعري لا حقيقة له. هون عم ينقد هذا الدكتور محمود في كتابه موقف ابن تيمية من الأشاعرة. شو بيقول لك؟ أنه ما دام العبد ليس بفاعل ولا له قدرة مؤثرة بالفعل، فالزعم بأنه كاسب إلى آخره. شوف، يعني هو يستنكر الآن عليه أنه له قدرة غير مؤثرة، ولا له قدرة مؤثرة، يعني له قدرة لكن غير مؤثرة، قدرة حادثة. أيضا أن الجويني يقول بأن القدرة الحادثة لا تؤثر في مقدورها. طبعا هنا الوهابي يستنكرون هذا، أنه كيف بتقول قدرة غير مؤثرة؟ لاحظ، ثم على أصل أبي الحسن لا تأثير القدرة الحادثة في الإحداث. لاحظ، هذا أصلا نص عليه ابن تيمية نصا، لاحظ هون في مجموع الفتاوى، لاحظ إيش بيقول لك هون، هنا في مجموع الفتاوى، لاحظ، وإن أريد بتأثير قدرة العبد
هذه القدرة فحاشا لله، لم يقله سني. لاحظ لاحظ. وإن أريد بالتأثير نوع، يعني إذا أريد بالتأثير، لاحظ، قد يراد بالتأثير الانفراد بالابتداع والتوحيد والاختراع، والتوحد والاختراع. يعني تقول فإن العبد، لاحظ، وإن أريد بتأثير القدرة العبد، هذه القدرة يعني أنه له تأثير ينفرد بها أو هو يخترع، يعني له قدرة استقلالية، بيقول لك فحاشا لله لم يقله سني. ما لا يجوز أن تقول للعبد قدرة استقلالية. طيب هل يجوز أن تقول له قدرة مؤثرة؟ قال لك تعال شوف إيش تقصد. وإن أريد بالتأثير نوع معاونة، إما في صفة من صفات الفعل أو في وجه، إلى أن يقول لاحظ، بيقول لك فهو أيضا باطل. ليش؟ قال إذ لا فرق بين إضافة الانفراد بالتأثير إلى غير الله في ذرة أو فيل، وهل هو إلا شرك دون شرك؟ لاحظ، وإن أريد بالتأثير إلى آخر كلام. شوف بيقول لك أصلا حتى إذا قلت أنه العبد له قدرة مؤثرة، يعني فيها نوع معاونة مع قدرة الله، يعني من عند الله شوية قدرة ومن عندك أنت شوية قدرة، بتقوم بفعلك أنت الذي تقوم فيه بفعله كمخلوق، المفروض نحن ننظر إلى هنا. طيب بيقول لك هذا لا يجوز. إذن لا للعبد قدرة ينفرد بها تؤثر بانفراده باستقلاله عن الله، ولا له قدرة فيها نوع تأثير ومعاونة، لأنه هو بيقول لك فهو أيضا باطل. هذا أيضا مع قضية أنهم أصلا قالوا، لما تكلموا في قضية توحيد الألوهية وكذا، قالوا ما أحد من العالمين أشرك في الربوبية، كل الخلق كلهم يوحدون في الله في الربوبية وفي الأفعال، ولا ينسبون التأثير إلا لله، هكذا قالوا. هل الآن لا عم ينكروا على الأشاعرة؟ لماذا يقولون بأنه للعبد قدرة غير مؤثرة؟ لا، بدك تقول أنه له قدرة مؤثرة، لأنه لاحظ هون لما بترجع أنت في ضعيف كلامهم، بيقول لك لا بيقول لك العبد له قدرة حقيقية. لاحظ هون، يعني هذا من اضطرابات الوهابية طبعا. لاحظ قول أهل السنة، لاحظ قول أهل السنة، هذا موقف قول أهل السنة، أنه إيش؟ أنه العباد فاعلون حقيقة ولهم قدرة حقيقة على أعمالهم. لاحظ، وهم بيروح بينكر على الأشياء أنه قولهم بإثبات القدرة للعبد غير مؤثرة وتسميته كسبة، بيقول لك هذا مش صحيح وكذا إلى آخر. ما ليس هذا موضوعنا الآن. نعود لموضوعنا، قضية إثبات الصفات. ما موقف الأشاعرة والجهمية والمعتزلة من إثبات الصفات؟ لازم يقول لك هون مجموع الفتاوى، يقول لك ثم أقرب هؤلاء الجهمية الأشعرية، لاحظ هون بيعتبر أنه الأشعرية فرع من الجهمية. لاحظ، الجهمية الأشعرية. طيب ماشي، يعني الأشعرية ماذا يقول؟ أنه له صفات سبعة: الحياة والعلم والقدرة والإرادة والكلام والسمع والبصر، حتى أن الوهابي بسموها الأشعرية الطائفة السبعية. طيب المعتزلة لا، فإنهم ينفون الصفات مطلقا ويثبتون أحكامها. كيف عم بتقول بقى؟ كيف عم بتقول أطفاء أفراخ المعتزلة ومخانيش المعتزلة؟ وهو نفسه للأسف، هو نفسه بيقول لك، هو بيقول لك وكان يحيى بن عمار يقول المعتزلة الجهمية الذكور، الأشعرية الجهمية الإناث، لاحظ، ومراد الأشعرية الذين ينفون الصفات الخبرية، وأما من قال كتاب الإبانة فهذا يعد من أهل السنة، لكن مجرد انتساب إلى الأشعري بدعة. إذا قلت بما في كتاب الأشعري فأنت سني، لكن إذا قلت أنا أشعري فبدعة. هذا شلون بقى؟ ما في كتاب السنة الإبانة بسنة، لكن إذا قلت أنا أشعري بدعة. لا المهم، لا ليس هذا. شوف المعتزلة مخانث الفلاسفة، والأشعري مخانث المعتزلة. المهم يعني هنا القضية، دعنا من الشتائم، قضية شوف المعتزلة ينفون الصفات مطلقا يثبتون أحكامها. لاحظ، هي ترجع عندهم أكثر، وهي ترجع عند أكثرهم إلى أنه عليم قدير. يعني أرجعوا حتى الصفات له، اللي هي الأسماء المشتقة الاسم الفاعل، أرجعوا السبعة إلى العلم والقدرة، أو إلى أنه عليم قدير. أما كونه مريدا متكلما فعندهم أنها صفات حادثة أو إضافات عدمية، وهم أقرب الناس إلى الصابئة الفلاسفة. هل الأشاعر ينفون كونه مريدا؟ ينفون كونه مريدا مع متكلم؟ هم يقولون بمريد متكلم وحي وعليم وقدير وسميع وبصير. أما المعتزلة ينفون الصفات اللي هي يعني المعاني المشتقة منها، هذه العلم والقدرة وإلى آخره اللي هو ذكرها هنا، وأيضا الأسماء، أسماء الفاعل اللي هو العالم القدير، بيقول لك حتى هذه تعود إلى فقط إلى العليم القدير. أما المريد والمتكلم فهذه عندهم صفات حادثة أو إضافات عدمية أو ما إلى ذلك.
طيب تعال لهون، ايش بيقول لك هون؟ هذا منهج الاشاعره في العقيده للحوالي. شو بيقول لك؟ ان لله، قالوا ان عن الاشاعره، انا اتكلم عن الاشاعره، ان لله صفات سبع يسمونها معاني، هي الحياه والعلم والقدره والاراده والسمع والبصر والكلام. لاحظ، ثم بنوا عليها انه كونه صفات معاني، ثم صفات معنويه اللي هي كونه عالما حيا قديرا. يعني هون نصوا على هذه السبعه، الحياه والعلم والقدره، حتى يخالفوا المعتزله، لانهم مع قولهم بانه حيا عالم لا يقول بانه لا يقول المعتزله بانه تعالى له الحياه والعلم وكذا. فهو شوف، حتى ينصوا على خلاف الأشاعرة، حتى ينصوا على خلاف المعتزلة، ذكروا سبعة معاني، سبع صفات معاني وسبعة معنوية، إنه هي كونه حيا عالما قديرا سميعا إلى آخر ما هنالك. لاحظ هنا أيضا شرح التدمرية لناصر العقل، بيقول لك والأشاعرة يثبتون سبع صفات وهي الحياة والعلم والقدرة والسمع والكلام. لاحظ، طيب المعتزلة، لا، المعتزلة ينفون ذلك. لاحظ، بيقول لك حتى فمثبت هذا في التدمرية كلام ابن تيمية، فمثبت الصفات كالحياة والعلم والقدرة والكلام والسمع والبصر، إذا قالت لهم النفاة كالمعتزلة، إذا قالوا للأشاعرة أنه هذا تجسيم، لما تقول لله صفة اسم الحياة والعلم، هذا تجسيم لأنها صفة الصفات أعراض والعرض. طبعا هذه شبهة تانية غير قضية تعدد القدماء، أنهم لا يقول المعتزلة بأن الله له صفة الحياة وهي قديمة والعلم وهي قديم، بصير تعدد قدماء. لكن هناك لما يقول الله نفسه حي عالم، ما في تعدد قدماء، لأنه أحس. لكن هون في شغلة تانية بيقول لك، حتى أنت هون في عندك إشكال تاني، إنه الحياة والعلم هذه صفات وهي أعراض، والعرض لا يقوم إلا بجسم، وبالتالي يلزمك التجسيم. فبيقول لك لا، نحن نقول، فقالت له المثبتات، ترد عليهم، وأيضا أنتم قلتم إنه حي وعليم وقدير، وقلتم ليس بجسم، وأنتم لا تعلمون موجودا حيا إلا قادر، وأنتم لا تعلمون حيا عالم وقادر إلا جسما. يعني هون إنه هذا من باب إلزام المعتزلة، أنكم أنتم وقعتم فيما فررتم به. أيضا هنا شرح التدمرية لمحمد الخميس، غير عثمان الخميس. الفكرة احنا عثمان الخميس ان شاء الله سنرد عليه في سلسلة متتابعة، لانه هذا ردا على واحد قال لك دير بالك عثمان الخميس خط احمر. ليش؟ اوف يا لطيف، والله ما لي خبر انا خط احمر، منين جبت هذا الخط الاحمر؟ على اساس كلهم يؤخذوا يردوا علي الا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم، ولا تاخذوا صاحب القبر ابن تيمية واتباعه، لا حول. لذلك اخونا الشيخ عبد القادر سيم مرة نشر كلهم يؤخذوا يردوا عليه الا هذا القبر، وحط قبر ابن تيمية له عليه السلام، لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا بينهو على الغلو اللي صار معنا. طيب 12 دقيقة، المهم هون فبيقول لك هاي هون شوف المذهب الأشاعرة في الصفات، سبع صفات. وهون كمان أيضا هذا شرح الواسطية لخالد المصلح، بيقول لك فمن هم مثبت الصفات غير أهل السنة والجماعة غير الوهابي؟ بيقول لكم الأشعرية والكلابية والماتريدية، لهم لا على أثبتوا سبع صفات. ومش صحيح أنه أثبتوا سبع صفات، هم جعلوا مجامع الصفات سبعة، لكن لله صفات، الله أعلم، لا يعلم كمال الله إلا الله، لا أنت لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. لاحظ، وهنا أيضا هذا هون إعانة المستفيد. لاحظ، بيقول لك أما الفرق الظالمة جميع المعتزلة والأشاعرة والمشتقات، لاحظ، فإنهم يجحدونها، يجحدون إيش؟ لاحظ، والمعتزلة أثبتوا الأسماء لكنهم جحدوا معانيها. طيب والأشاعرة إيش عملوا؟ واحد، والأشاعرة أثبتوا الأسماء وبعض الصفات وجحدوا كثيرا من الصفات. إيش اللي جحدوا كثيرا من الصفات؟ مثل ايش يعني؟ مثل اليد والقدرة، مثل اليد والوجه، هذه ما لهم فيها قولان، هذا شيء. الشيء الثاني، حتى من لا يقول بها هذه، وهنا على كل قلنا الخلاف، اذا قلت له يد ووجه وليس بجارح خلاص، حتى الذي لا يثبت من الأشعار لا يتهمك بالتجسيم، طالما انت تنفي الجسمي عن له، طالما تقول انه هذه صفات معاني وليست اجساما، يعني اليد والوجه وحتى النزول وكذا الى اخره. لكن ماذا يقصدون بقى بالصفات؟ يعني حتى لو انت تريد ان تقيم الحجه على من ينفي اليد والوجه من الاشاعره، ما قلنا لانه في عندهم قولان في هذه المساله، لا تستطيع ان تلزمه، لانه انت ستاتي غايه ما ستاتي به انه هذه اضيفت الى الله، هذه الامور اليد اضيفت له، ولا طيب والاضافه لا تعني الصفه، بدليل أضيفت له الناقة وأضيفت ناقة الله وبيت الله وكذا إلى آخره. هل هو قال لا هذه ذوات قائمة بنفسها، لا تضاف، لأن الله لا يتصف بالمخلوق، هذه مخلوقات. طيب جنب الله، روح الله وكلمة الله، كل هذه أيضا أنت أولتها، ونفخت فيه من روحي. طيب النفخ هل تثبته أنت؟ ما هو جوابك هنا؟ هو جوابك عيسى كلمة الله، قال ليس كلمة الله بل هو المخلوق بكلمة الله. طيب
إذا أنت أذهبت الخصيصة التي اختص بها عيسى وكلمته ألقاها إلى مريم، كل لأنه كل شيء مخلوق قدم كلمة الله بما فيها الكفرة والإنس والجن والحيوانات. ما هو جوابك هنا؟ هو جوابك عن من قال بأنه والله عما لما تقول له هذه خصيصة لآدم، الله خلقه بيده، ولما تقول بقدرته أذهبت خصيصة آدم، خصيصة آدم. طيب ما هو الأنعام خلق بعملية أيدينا أنعام، فرح أول هذه الآية. عيسى مخلوق عيسى كلمة الله، أنت تقول هو لا، معناها هو مخلوق بكلمة الله فقط. أريكم هذه كيف ينص الفوزان أنه لا، ليس كلمة الله، وننتهي. لاحظوا هذه هنا، وكلمته ألقاها إلى مريم، قال الكلمة قوله لعيسى كن، لأن عيسى وجد من غير أب، بل وجد بكلمة كن وليس هو الكلمة. شوف خارج كله، خارج يقول له واحد أشعري يقول لك، تقول له ثم استوى على العرش، يقول لك لا لم يستوي. أنت هيك عم تعمل. لاحظ، وكلمته إلى ألقاها إلى مريم، لا أنت عم تقول ها، بل وجد بكلمة كن وليس هو الكلمة، عيسى ليس كلمة الله. بينما يقول لك وكلمته ألقى إلى مريم، قال إيش معنى الكلمة؟ قال لأنه خلق بها، يعني خلق بكلمة كن. إيه طيب كل العالمين خلق، حتى روح منه وروح من، ليس المراد أن عيسى روح الله، لاحظ، بمعنى أنه من ذات الله، إنما من روحه المخلوقة، لأن الله خلق الأرواح جميعا. طيب إيش إيش الميزة لعيسى؟ ما هو جوابك هنا؟ هو جوابنا، هو جواب من ينفي اليد والوجع عن الله، يعني نفس الأجوبة ستكون. نكمل الحلقة القادمة. الحمد لله.